اهلا بيكم في درس جديد من سلسله تعلم الخط العربي. معكم كريم عادل، مدرب رسم وخط عربي، بقدم في قناتي دروس تعليميه عن الخط العربي والرسم. لو انت مهتم بالرسم ممكن برضو تشوف الدروس الموجوده على قناتي. ان شاء الله النهارده هكمل معاكم سلسله الخط النسخ. زي ما انتم فاكرين الدرس اللي فات كنا بناخد الحروف المفرده بالموازين بتاعتها في خط النسخ، وقفنا لغايه حرف الراء. ان شاء الله هنكمل من حرف الراء المره دي، وهنشوف هنبدا بيه. إن شاء الله هنبدأ مع بعض نكتب حرف السين النهاردة. حرف السين بيكون عبارة عن واحد صغير كده زي ما انتم شايفين بالراحة، بعد كده بنطلع منه تاني كده بالشكل ده، وبننزل بمقدار نقطة كده، مع كده بننزل بواحد طويل شوية. دي أهم نقطة في السين أو أهم منطقة في السين اللي احنا عملناها على رقم 3 بالظبط. بعد كده بننزل بالكاسة بتاعة السين بالشكل ده، بنلاقي الأبعاد هنا مقدار نقطة وهنا مقدار 3 نقط، متأسف جال اتصال بس قطع الفيديو. هنكمل مع بعض، هنلاقي إن الطول ديت الحتة دي طولها نقطة، الحتة اللي تحت دي أو الجزء اللي تحت ده برضه مسافته نقطة، يعني المسافة دي كلها 3 نقط في 3 نقط زي ما احنا شايفين. المسافة الصغيرة اللي هنا ديت دي حجمها نص نقطة، وفي هنا مسافة نص نقطة من السطر. ده حرف السين يا شباب. نيجي دلوقتي لحرف الصاد. حرف الصاد يعتبر زي حرف السين بالظبط في الكسر بتاعته، الاختلاف في الجزء الأول اللي فيه ده. هنبدأ مع بعض بالراحة نكتب حرف الصاد كده، نعمل الجزء ده الأول. بعد كده الجزء ده أظن دي مفيهاش أي مشكلة خالص، بنعملها جزئين، الجزء ده الأول بعد كده الجزء ده، الاتنين عكس بعض تقريبا، كأني بعمل واحد مقلوب وواحد تاني العكس من تخيل ورفيع. طبعا احنا لو بنرسم هنلاقي الموضوع، الناس اللي متابعة معايا دروس الرسم بتاعتي هتلاقي ان الموضوع عندها سهل جدا في عمل الكيرفات والكاسات دي. مع كده نبدأ ننزل برقم واحد زي ما نزلنا في السين بالظبط، هي زيها في الصاد. بعد كده نبدأ نعمل الكاسة بتاعتنا زي ما انتم شايفين يا شباب. ده حرف الصاد، نفس الأبعاد أو نفس الموازين، 3 نقط، نقطة نقطة نص نقطة، والحتتين نص نقطة، وهنا ترتفع مقدار نص نقطة. تمام. نيجي دلوقتي لحرف الطاء. حرف الطاء تقريبا أو زي الصاد بالظبط، مفيش اختلاف بينهم، الفرق الوحيد بس في إن مفهوش كاسة زي الصاد كده. نبدأ بالراحة مع بعض نعمل حرف الطاء كده كده زي ما انتم شايفين يا شباب. احنا كده يعتبر خلصنا حرف الطاء. هنا ميزان 4 نقط المسافة دي، وهنا نص نقطة، والألف الطاء ديت عبارة عن ألف، احنا اتفقنا في أول درس إن الألف مقداره 5 نقط. تمام، من 4، وبكده خلصنا حرف الطاء. نيجي دلوقتي لحرف العين. نبدأ نرسم الجزء اللي فوق ده الأول كده، بعد كده بننزل منه بالشكل ده، بعد كده نبدأ نعمل الكاسة بتاعت العين أو نفس حرف الحاء برضو أو الجيم المرة اللي فاتت،
زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. الجزء ده عبارة عن 4 مواد، الجزء ده كده والجزء ده اللي هو بداية العين أو رأس العين نقطتين، وهنا نص نقطة. نيجي دلوقتي لحرف الف. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هو نفس حرف الب اللي احنا خدناه في المحاضرة اللي فاتت، مع اختلاف او مع الفرق بس هو الراس بتاعت الف اللي انتوا شايفينها دي. ونعمل هنا 4 نقط، هنا مسافة نص نقطة، دي 4 نقط. تمام يا شباب، نخش في حرف القاف. نبدأ برضو نعمل نفس الراس اللي فيه كده، وننزل بواحد كده، بعد كده الكاسة بتاعت القاف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دي 3 ودي نقطتين قاف. نيجي دلوقتي لحرف الكاف زي ما احنا شايفين. وليها شكل تاني برضو، نعرف الأول الموازين دي كام. ده اللي 5 نقط، ده 1 2 3 4 5، المسافة دي كلها 5 نقط اللي هي مسافة الألف. ونيجي هنا هنلاقيها 3 نقط، 1 2 3. تمام يا شباب، نيجي نشوف حرف الكاف التاني شكله عامل ازاي. بيكون عامل كده، طالع كده كده، يكون طالع منه الجزء ده كده، بيميل لفوق زاوية 30 درجة تقريبا. هنا دي مسافتها 4 نقط، هنا حرف اللام بقى نفس حرف الكاف بالظبط كده. بعد كده نازل من الكاسة بالشكل ده. حرف اللام من أسهل الحروف اللي ممكن تتكتب أصلا، ميعتبرش فيها حاجة. نيجي هنا نلاقي 5 نقط كالعادة، 2 3 4 5، وهنا 2، وهنا 3. تمام يا شباب، نيجي لحرف الميم. نبدأ نعمل من فوق كده، بعد كده نطلع تاني بالشكل ده، وننزل زي ما انتم شايفين كده. طب دي طولها قد ايه؟ طولها 4 نقط. نيجي للميم التانية اللي هي بتكون في آخر الكلام كده، بتنزل سنة صغيرة كده وبتيجي كده. طب دي موازينها ايه؟ هنلاقي ان دي 3 نقط، المسافة اللي هنا دي، المسافة دي نقطة. نيجي لحرف النون، رقم 1 ننزل كده، بعد كده ونطلعين تاني كده. لو جينا للنون هنلاقي نفس الكاسة بتاعت القاف، هي نفس الكاسة بتاعت اللام أو أكبر شوية، فنلاقيهم كلهم متشابهين. في خط الناس هنلاقي حروف كتير قوي متشابهة، هنا لو تلاحظوا نقطة نقطة، وهنا المسافة دي نقطتين، وهنا نص نقطة. لحد كده يا شباب احنا ماشيين مع بعض بالترتيب والدنيا زي الفل. اتمنى تطبقوا بعد الدرس على طول بحيث ان انتوا تستفادوا. نيجي لحرف الواو، ادي كده بنعمل رقم 5 صغير خالص، ونبدأ منه ننزل حتة صغيرة كده ونتاخد كده. ده حرف الواو يا شباب، هنا مقدار 3 نقط، وهنا مقدار نقطة ونص. نيجي لحرف ليه، ده سهل جدا جدا، ما فيهوش اي فكره خالص اصلا، يعني عباره عن رقم 5. وممكن نعمل حرف الدال ونطلع كده وكده، خلصنا حرف ليه، ما فيهوش اي مشكله نهائي. دي طولها نقطتين، خلصنا حرف ليه. الحروف السهله جدا اللي ما بتاخدش وقت معانا ولا بتاخد مجهود خالص، حرف ليه. نيجي للام الف، خدوا بالكم من لام الف يا شباب عشان لام الف فيها فكره شويه.
كل اللي انا بعمله ببدأ اعمل ألف ميلة كده، بعد كده بطلع تاني سنة صغيرة كده بقابلها بعمل هنا 3 نقط، وهنا نقطتين، وهنا دي مسافتها نقطة، وهنا نص نقطة، وهنا نقطة سوري. المسافة دي تبقى عبارة عن 3 نقط. طبعا انا بكتب لكم الموازين، انا ممكن اكتب لكم الحرف بس بدون الموازين، بس انتوا هتيجي تكتبوا هتلاقي الاختلاف بيطلع معاكم في المقاسات كبير جدا، فانا بالتالي لازم اكتب لكم موازين عشان تبقوا حاكمين نفسكم بميزان معين، لان ده هو اللي بيفرق. نيجي لحرف الياء، ليها اكتر من شكل، نبدا نكتبهم شكل شكل. ده اول شكل اهو معانا كده، بعد كده ننزل تاني كده، ودي كنا بنقول عليها زمان ياء بطة. دي عبارة عن 3 نقط، 1 2 3، وهنا في مقدار نقطة، وهنا في نقطة، وهنا في 3. تمام يا شباب، دي ياء بطة. في الياء طويلة شوية اهي كده، دي الياء طويلة شوية، هنا في مقدار نقطة، وهنا في كمان نقطة، هنا في نقطة، 3. بكده شباب نكون خلصنا حروف المفردة لخط النسخ الدرس اللي فات ودرس النهاردة. طبعا النهاردة انا ما اتكلمتش كتير او ما كنتش بشرح ببقى كتير بالكلام، يعني لان الافيد من انك تسمع الصوت انك تشوف انا ايدي شغالة ازاي. انت مش تحتاج من الدرس غير شكل الحرف وحركة الحرف ازاي، زائد الموازين، موازين الحرف كام نقطة، هو ده اللي هيفيدك، انما كلامي انا مش هيفيدك. لان لو تلاحظوا في ناس كتير اشتكت لان انا اتكلمت كتير الدرس اللي فات وده بيسبب ازعاج شويه او تشتيت، فانا قصدت النهارده ما اتكلمش كتير واشتغل بايدي اكتر ما انا اتكلم. فانا ان شاء الله هستنى التطبيق بتاعكم وتبعته لي. ما تنسوش لو انتم مهتمين بالخط العربي او بالرسم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم الدروس اللي جايه ان شاء الله، واستنوني في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.